وين ال شو هي لك هي البطيخة؟ أنا بطيخة أصلاً؟ بخاشة بخاشة الورق. لا تكون على المكتب، وين بدها تروح يعني؟ فعلاً غريبة. امبارح حطيتها بإيدي هون على المكتب. تكون بالدرج أستاذ. درج. أنا شو هالخيلة هي؟ شو؟ يظهر ما عندكم غيرها أستاذ؟ شو هي؟ بخاشتكم الضايعة. معقولة يعني ما عندي غيرها؟ أقل ما يمكن في تحت إيدي 200-300 بخاشة، بس أنا بدي بخاشة الضايعة بالذات. معك حق سيادة المدير، معك حق. نعم سيدي. وين البخاشة اللي كانت هون على المكتب؟ ما بعرف سيدي، امبارح نظفت المكتب كانت موجودة. إيه بس اليوم ما لها موجودة. سيدي بجوز منحوشة تكون هون ولا هون. لا ما لها منحوشة، البخاشة مسروقة، وهي إهانة كبيرة ما رح أسكت عنها أبداً. العمى ضربكم، وصل البلة دقنا. طولوا بالكم أستاذ، طولوا بالكم. لا سيدي ما رح طول بالي ابدا، يعني سرقه 3 ملايين يلي طاروا الشهر الماضي من صندوق الشركه كوم وسرقه البخاشه كوم. فورا اطلب لي موظف امن الشركه. حاضر استاذ. حاضر. للأسف استاذ ما بين معنا شيء. شلون ما بين شيء؟ البخاشة بدها تطلع اليوم، وإذا ما طلعت اليوم ما حدا من الموظفين بيروح على بيته. ها؟ لأنه هالعمل هاد مو بس تطاول على هيبة المدير العام، كمان تطاول على الأموال العامة. إيه حاجتنا بقى يا عالم، حاجتنا بتسوق المسألة، حاجتنا استهتار بالمال العام. نحن عم نحارب الفساد بكل مواقعه، ويلي بدني نفسه على بخاشة ورق ممكن يعمل أي شيء تاني يا أخي. معكم حق أستاذ، بس نحن ما قصرنا أبدا، فتشنا كل الموظفين والمراجعين والطاولات والدروج وبين المصنفات، يعني عدم المؤاخذة حتى تواليتات ما وفرناها. ها ما وفرتوها؟ طيب ماشي الحال. إذا أنت ما عرفت تطالع بخاشة، في جهات أمنية مهمة بالبلد، مو بس بتطالع البخاشة، بتطالع الحية من وكرها. أنت من اليوم بتعتبر حالك بإجازة بلا راتب لحتى ننظر بأمرك. بس يا أستاذ أنا مو ذنبي، أنا عملت واجبي وزيادة. معلش معلش، ما بدي اعتراضات. يعني إذا بخاشة ورق ما قدرت تمسك سارقها، كيف بدك تقدر تكشف سرقات كبيرة بالمؤسسة؟ تفضل 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 يا أخي، اطلع من وشي خلصني. ألو يا نورس، اطلب لي كل موظفين الشركة الاجتماع طارئ وفورا. أمتى يعني؟ هلا. نحن بحالة استنفار قصوى لحتى نكشف حرامي. الله معك، مع السلامة. أعطيني الرائد محمود بسرعة. ألو، تحياتي سيادة الرائد. في عنا حادثة سرقة وسطو بالمؤسسة، بقى إذا بتريد شرف عنا. سطو مسلح؟ لا لا، شو سطو مسلح أنت بتهني؟ عملية اختلاس وقحة. والمبلغ كبير يا ترى؟ مو مصاري، في واحد نفسه وضيعة ودنية كتير، شفط بخاشة الورق من على مكتبي. شو يعني بخاشة إلكترونية؟ لا يا حبيبي، بخاشة عادية، مو إلكترونية ولا بطيخ بسمير، بس بدي الحرامي ينكمش وبيقصى سرعه اليوم يعني. على عيني وراسي. بتحبوا أستاذ نستعين بالكلاب البوليسية؟ بتستعين بالكلاب، بالقطاط، بالأرانب، بالعقارب، ما بتفرق معي يا أخي، المهم تكشفوا الحرامي.
أصبح راح جيب لك معي الكلب كماش، هذا مختص بالكشف عن هيك سرقات صغيرة، وخلال ربع ساعة ممكن يدلنا على الحرامي. عظيم كثير، جيب كماش جحاش اللي بدك يا، نحن بانتظاركم أخي. السلام عليكم. سلام سيدي. أهلين يا سام، شو صار معكم؟ وينو كماش؟ سيدي طلع بمهمة رسمية ولسه ما رجع. لوين هالمهمة؟ في سرقة بريق شاي وأربع كاسات من إحدى المؤسسات الاستهلاكية، وطلع مع قوة كبيرة للكشف عن مرتكب هالسرقة. وبيطول ليرجع؟ والله ما بعرف سيدي. طيب ما راح ننتظر أكثر من هيك، بتروحوا بتجهزوا لي كلب من نفس النوعية وخلونا ننطلق بعد ربع ساعة. حاضر سيدي. ياو عار والله، يعني إذا كل دائرة حكومية أو مؤسسة طار منها بخاش هيك اليوم، معناها المؤسسة عم تخسر بالسنة حوالي 300 بخاشة. وعدوا ومدوا قديش في عنا مؤسسات حكومية وشركات، وتصوروا قديش عم يصير استنزاف للمال العام من وراء سرقة البخاشات، وقديش عم تتكبد الخزينة العامة قطع أجنبي بالسنة على اعتبار إنها مواد مستوردة من الخارج. لهالشي هاد نحن أعلننا حالة الطوارئ والاستنفار في المؤسسة ريثما يتم القبض على الجاني، وطلبنا تعزيزات أمنية وخبراء ومختصين ليساعدونا بالتحقيق. والمهم هلأ يعني ما بدنا حدا يتحسس أبدا، والإجراءات رح تتخذ بحق الكل وما في خيار وفقوس، بدءا من أصغر عامل بالشركة وانتهاءا فيني شخصيا. وأول إجراء رح نساويه هو تعريضكم للكلب البوليسي كماش، ويلي ممكن يستدل دغري على الجاني. كلب؟ الله يستر. بس يا أستاذ ناصح يعني أنا بخاف من الكلاب. ولا يهمك، هذا الكلب مدرب تماما وما بيأذي الأبرياء أبدا. خليهم يدخلوا فورا. الرائد محمود والكلب كماش وصلوا، استعدوا. أمنتوا بالله على هالنهار؟ باين مكركب من أول. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا سيادة الرائد. يا ميت مرحبا. ما شاء الله كان على هالذكاء اللي عم يشر من عيونه شر. أوه كل أهله هيك. هذا كلب ابن كلب، يعني أصله وفصله معروف. وشلون بده يعرف الحرامي؟ هاي شغلته. هلأ رح أترك لك يا بين هالموظفين يشمشمون ويتعرف عليهم منيح، وبس عرف الحرامي بيهجم عليه وبيمسكه. يا سيدي هاي الموظفين قدامك يشمشم على كيفه. حضرات الموظفين لا تخافوا، هذا الكلب في منتهى الذكاء، يستحيل يقرب على حدا بريء. يبدو انه جماعتي خربطوا، فبدل ما يبعثوا الكلب المختص بالسرقات الصغيره بعثوا الكلب المختص بكمش السرقات الكبيره والحراميه الكبار. حديث المرايا.